اليوم برحاب كلية الطب والصيدلة التابعة لجامعة بن زور تم تنصيب 8 ديال المديرين وعمداء تابعين لجامعة بن زور الذين تم تعيينهم مؤخرا بمجلس الحكومة، حكومة صاحب الجلالة نصره الله وأيده. عندنا عميد كلية ديال كلية متعددة التخصصات بسمارة، عندنا مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالدخلة، ايضا عميد كليه الاقتصاد والتدبير بقلميم ومدير المدرسه العليا التكنولوجيه بقلميم، ايضا باكادير مدير المدرسه الوطنيه للتجاره والتدبير ومدير المدرسه العليا المدرسه الوطنيه للعلوم التطبيقيه وعميد كليه الاداب والعلوم الثانيه، وبتارودانت ان عميد كليه متعدد التخصصات بتارودانت. بهذه المناسبه كنهنيهم على الثقه ديال مجلس الحكومه، وايضا كنبغي نتمنى لهم التوفيق في المهام ديالهم الجديده، وايضا كنبغي هذه المناسبه كنتوجب الشكر للعمداء اللي كانوا سابقين، عميد كليه متعدد التخصصات تارودانت وعميد كليه الاداب والعلوم الانسانيه باكادير ومدير المدرسه الوطنيه للتجاره والتدبير للعلوم التطبيقيه باكادير. كنتوجه لهم الشكر وكنتمنى لهم ان شاء الله مزيد من العطاء في الحياه العمليه ديالهم والتوفيق للجميع، وشكرا. تشرفت اليوم اني بحضور حفل تنصيب مجموعه من عمداء ومدراء المؤسسات الجامعيه التابعه لجامعه النزور. سعدت كثيرا بالتشريف اني مجلس الحكومه بتعييني عميد كليه الكليه المتعدده التخصصات بتارودانت. هذا التشريف هو في نفس الان هو تكليف، يعني خصوصا ان الامر يتعلق يعني بمرحله مهمه في تاريخ الجامعه المغربيه، باعتبار ان الوزاره الوسطيه يعني هي مقبله على تنفيذ مخطط الوطني للتسريع تحول منظومه التعليم العالي والبحث العلمي. هذا المخطط الذي يقتضي الخوض في مجموعه من الاوراش البيداغوجيه او تكوين خلق تكوينات جديده تلائم سوق الشغل وحاجيات المحيط السوسيو-اقتصادي، تشجيع البحث العلمي، ثانيا تجويد الحياه الطلابيه، ثالثا يعني رقمنه المؤسسه من يعني رقمنه يعني بيداغوجيه وكذلك رقمنه اداريه، باعتبار ان الجامعه المغربيه يجب ان تدخل يعني في عصر الرقمنه وفي عصر جديد من الجوده ومن مثلا تمتين المعرفه او معرفه الطلبه باللغات الحيه. اذا فهاد الاوراش كلها يعني كنتمنى من الله يوفقني انني نحققها، وبطبيعه الحال بمساعده الجميع وتضافر مجهودات الساده الاساتذه والساده الاداريين والطلبه، والله الموفق.